بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. من أدعية الاسم الأعظم ما رواه الشيخ الكفعمي قدست روحه الزكية أنه في دعاء يوشع بالنون الذي حبست له الشمس عندما قال: اللهم إني أسألك باسمك الطهر الطاهر المقدس المبارك المخزون المكنون المكتوب على سرادق الحمد وسرادق المجد وسرادق القدرة وسرادق السلطان وسرادق السرائر، أدعوك يا ربي بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت النور البارئ الرحمن الرحيم الصادق عالم الغيب والشهادة بديع السماوات والأرض ونورهن وقيامهن ذو الجلال والإكرام، حنان نور دائم قدوس حي لا يموت. فتوكل على الله وثق بالله واقرأ هذا الدعاء، فإنه مجرب عند علمائنا الأعلام، شروحات كثيرة فيه، ولكن نكتفي بهذا، مجرب جدا. اقرأه بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العشاء، والأمر راجع إليك لا وقت فراغك. برنامج صباحات ولا أيامين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.